نهار كنت باغي نخرج نمشي بلا موطو، ولكن بانت لي لا موطو مغبره بزاف لان ابراهيم هادي شحال ما غسلتهاش. قلت لها علاش ما نديرش واحد الفلوق هاد النهار وانا نغسل في لا موطو، لحقاش بزاف ما كيعرفوش يغسلوا لا موطو. قلت هاد الفلوق غادي يكون الغساله ديال لا موطو، دونك هاد النهار غادي نغسلوا لا موطو. ولكن قبل هاد الشيء خصني نبدل هاد الحوايج، لحقاش هادو كيشدوك شويه على الغساله، توني ديال الغساله دونك لبسوك سوتنا، دونك هكا حسن باش تبقى مرتاح مع التوني ضروري للغساله. ودروك نمشيو نشوفو كنديرو نغسلوها. اكيد راه داير على موطو ولا تعرف واش خصها، خصها واحد الحكه كلي دايزها الكلام طرف شحال هادي ما غسلتهاش، مع ديجا ما كنتش كنهزها بزاف، راه مده طويله الصراحه هاد الموطو حربيه، فخلات ما فوتات معايا، ما خلات فين مشات معايا، طلعت معايا للجبل، هودات معايا الحفاري، احسن موطو في العالم. اخوان شريت حبيله بعدا على حساب لا موطو، وشريت الصابون البلدي. هذه معلومه جديده، حيتاش لا موطو الا غسلتها بالصابون البلدي كتخرج مليح، الصابون البلدي احسن برودوي لا موطو. هذه اكتشفتها انا غير بالصدفه، وصراحه نقى لي لا موطو مزيان الصابون البلدي. وهذه شريتها من مول الحانوت على حساب لا موطو، ثاني جيت للدار قالوا لي راه مقطع منها وراي بيعها على اساس انها حبيبه. دروك هذا مول الحانوت راه يتفرج فيا، راه سميتو الحياني، شو الحياني الله يرحم الوالدين، انا عارف هاك تفرج فيا تبقاش تقطع لنا حبيله وتبيع لي نص حبيله بالثمن، انا عارف هاك تفرج، وهذا ميساج لي. المهم دروك غيغسلوا لا موطو. عمرت هاد الفيديو باش نبداو الرسالة، ولكن قبل هادشي كامل المهم باش نبان لكم نبدلو الخلفية. الكروما كنت دايرها في البيت ديالي، جبتها هنايا لحقاش كنت باغي ندير بها واحد اللقطة، وهنايا كاينة الإضاءة زوينة، ولكن ضيعت هاد الإضاءة، هنايا كاين عكس الإضاءة. لا ربطوها كيما كانت أحسن. كيركز على الرغوة، هي ماشي ضروري الرغوة، اللي ضروري هي لاموطو تخرج، يعني الوسخ ملي يكون غي تفوت عليه يخرج. الصابون البلدي كما كانت الوسخة غي تقيسها كتخرج، عندك جوج برودويات اللي واعرين بزاف في الغسيل ديال لاموطو، عندك الصابون البلدي وعندك المازوط، تا المازوط راه تاني إلا غسلتها بيه، أما إلا درتهم بزوجهم لاموطو كتخرج جديد. وغادي ندير فيديو واحد آخر كيفاش تغسل لاموطو بالمازوط، ما عليكم إلا توصلوا هذا الفيديو أكبر عدد دير لي لايك. وغادي نديرو فيديو كيفاش تغسل لاموطو بالمازوط، ديك واخا تكون نقيه من شي حشاشه او شي حفره ونردمها ونعاود نخرجها باش تخرج موسخه، غادي نغسلها بالمازوط. واحد الحاجه مهمه عاوتاني، ديما ملي تجي تغسل بدا بهذا بالكاريناج، لحقاش الكاريناج كيكون شويه نقي عاد توتال هذا لهذو اللي كيكون فيهم لا كريس الوسخ بزاف، هذوك خليهم حتى للتوالا، هذو ديما يبقاو هما التوالا. حطيتهاش مزيان، هاي خرجت بريو، الوسخ اللي كان فيها تقريبا تفويته وحده خرج. وهنايا تحت الموتور عاوتاني ضروري تغسل، لحقاش هاديك هي البلاصة اللي كيجمع فيها الوسخ بزاف، ولكن هاديك نغسلوها بشي شطابة ولا شي حاجة حرشة باش تحيد داك لاكريس.
المكسرات تلاقي سلف فيه فرق تشرب لي شويه زربه، ولكن واخا هكاك مع الصابون البلدي خرج داك الشيء واعر اشهار ميشان. بحال انا تفكرت بحال انا من ندير الاشهار فوتني في التلفازه مع الصابون البلدي داك الشيء خرج يا سلام. لا الصراحه لي برودوي زوين هو المازوت، مره اخرى نديرو المازوت عاوتاني. دروك ملي كملناها بالغساله خصنا نمسحوها باش ما تبقاش فاسكه، هي ماشي ضروري لحقاش علاش كيمسحوها الناس باش ما تبقاش ديك البيوضيه ديال الصابون. الصابون البلدي ما كيخليش ديك البيوضيه اللي كتبقى في التالي، ولكن واخا هكاك نمسح بلاه تمسحها كتانه ناشفه. دروك رانا نمسحوها. دروك هادي خصها ما ديماريش على الاقل تقعد جوج سوايع على في الشمس، خصها ما ديماريش وما تفوتهاش الضو، فوتها الضو غيكون بلاصه قيسها الضو ولا دير لك شي لاماص. دونك خصها يخرجها الشمس خليها شي جوج سوايع على. وشحال ما خليتهاش هكا كامله يعني جوج سوايع، لحقاش انا زربان غادي نخليها غير جوج سوايع، بصح شحال ما خليتها مزيان لحقاش راكم شفتو كيف تنخوي عليها الماء هنايا، المره تخليها هنايا في هاد التواشه راه اون فوا دير لها الضو غادي دير لك لاماص. اخوان لاموطو كي ولات الصراحه ولات جديده، ما ضربتش فيها حتى 10 دقائق في الغساله، المهم ما كملاش 10 دقائق. المهم كما شفتوا غسلنا لاموطو، الفلوغ كان هذا النهار هو نغسلوا لاموطو وكيفاش تغسلها بالصابون البلدي، شي حاجه اللي جديده. ولكن قبل ما نقول لكم بسلامه وسالينا الفلوغ، بغيتكم تدخلوا عندي الانستغرام تما فين كنناقشوا مواضيع اللي غادي نديروه، وكاين تما واحد المحتوى واحد اخر اللي غادي نخليكم مع فيديوهات اللي كنديروا في انستغرام. واش عارف بلي الانسان الا شاف بحال عين النسر واش غادي يشوف؟ غايشوف نمله فوق مبنى بارتفاع 10 طوابق، مع امكانيه انه يشوف الوان مع عمر الانسان ما شافها، مع امكانيه واحده اخرى انه قادر يشوف ب 300 درجه، يعني باقي الواحد شويه ويشوف قفاه. في عام 1911 نجا بوبي لينش من الغرق في شلالات نياغرا، ونجا من الغرق بعد ما شد في برميل، ومن بعد 14 سنه مات في نيوزيلندا من بعد ما زلق بالقشره تاع الليمون. وكما قال الله تعالى في الكتاب الجليل ديالو، فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون. تشاو. المهم هادو هما الفيديوهات اللي كنديرهم في انستغرام من غير ستوريات تصاور شي حاجه هكا. دونك الا بغيتو تدخلوا عندي الانستغرام ولا غادي نخلي لكم في الديسكريبشن، وحتى لهنا كنكونوا سالينا الفلوق سالينا الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش لايك، الا مازال ما اشتركتش في القناه ما تنساش ودروك تشترك في القناه وتفعل الجرس لحقاش بزاف ما مفعلينوش. تهلاو فراسكم حتى فيديو جديد، يلا باي.